شكرا للأستاذ إبراهيم صالح حسين والأستاذ زياد الشهري وناصر الحربي على هذا البرنامج العظيم، برنامج سكريبت. تجربة جدا جميلة راح تبقى بإذن الله ذاكرة عبد الله حتى يموت. شكرا جمهور الواقع، قسم بيت لأني كسبت أخوان وخوات. شيء عظيم أن ملايين يحبونك. تجربة جدا جميلة وما ندمت أني شاركت. بإذن الله راح تبقى بالذاكرة نفس ما قلت، كسبت أخواني وإن شاء الله أني ما قصرت معاهم ولا زعلت أحد. وشكرا للطاقم العظيم اللي في الكنترول والإعداد، شكرا لكل المقدمين في البرنامج وللضيوف، وعذرونا إذا جاء مننا خطأ سواء للإدارة أو المقدمين، وعذر خاص إذا جاء مني خطأ جمهور الواقع العظيم. أخوكم عبد الله شليهب. ضحكاتنا عاشت على بسط ومزوح، واليوم يبتسي من توادعنا مراح. إذا كانت هذه اللحظات الأخيرة لمشعل العنزي في هذا البرنامج العظيم، المنصة اللي سنحت لي الفرصة ولإخواني في هذا البرنامج أو في هذا الكيان العظيم، النجاح لها محطات، وكان هذا البرنامج إحدى محطات النجاح اللي مشى مشعل وإخوانه على نهج الإدارة وكل الأشخاص القائمين على هذه الفكرة العظيمة. محطات النجاح غالية علينا جدا، راح تذكر كل اللحظات الجميلة في هذا البرنامج. أنا أعتذر إذا قصرت في يوم من الأيام في حق إخواني أو في حق الإدارة أو أي إنسان كان في من ضمن هذا الكيان العظيم اللي هو كيان قناة الواقع. الكلام كثير، يقولك لا تقع بلسان الشاعر إذا تكلم، لكن والله لحظات الوداع أحيانا توجع جدا. إن شاء الله أننا قدمنا الشيء اللي يرضينا ويرضي رب العالمين ويرضي حتى الجمهور اللي كان يتمنى أن نقدم أفضل ما عندنا في هذا البرنامج. عسى الله يوفقنا حنا وياكم، وتأكدوا إما أكون اللي أبي ولا عساني ما أكون. نشوفكم بعد البرنامج في شيء أجمل، استمرارية النجاح بعد هذا الكيان وبعد هذا الوداع إن شاء الله. إلى هنا انتهت اللحظات الجميلة، كانت من أفضل التجارب في حياتي، راحت والعادة بتنعاد. أقدم شكري وامتناني وعرفاني إلى الإدارة قناة الواقع، وإلى الأخ زياد الشهري وناصر الحربي وجميع الإدارة وملك القناة. الله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم وودعناكم الله. جينا لحالة الوداع. لحظة الوداع هذه أكثر شيء ممكن أنا أكرهه، بس الحمد لله على كل حال تقدمنا وبنينا وعطينا ووضحنا شخصيتنا لكم أنتم المشاهدين. في الختام أحب الكل يعذرني على أي خطأ بدر مني والمتسابقين والإعداد والإنتاج. أخوكم خالد تميم يتقدم لكم بالعذر على أي شيء بدر منه، والحمد لله ونراكم في وقت آخر. اللحظات الأخيرة لي في برنامج سكريبت قناة الواقع، والله العظيم يا مشاعر إنها متلخبطة. شكرا للطاقم الإداري كامل، شكرا أيضا للكنترول، شكرا لأصدقائي أيضا، شكرا للجماهير. الله يبيض وجيههم ويجمل حالهم. والله العظيم لو أقول ما أقول ما فيكم حقكم. كانت من أفضل التجارب لي في حياتي. سامحوني 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 إن أخطيت أو زليت في أحد الأيام، وجل من لا يخطي جرب يحفظكم. قصة سكريبت قصة جميلة جدا، عشناها بكل تفاصيلها. بدأنا بالتصفيات وطلعت تحت الضوء في 4 سكريبت، تكلمت وقلت ان نسخة سكريبت هذه تتمنونها تستمر 3 سنين ضوئية، وراح تتمنون نفسها كثير. بس والوقت هذا نهاية سكريبت عرفتوا قيمة كلامي. في اللي حاب اقوله ان هذه القصة ما راح تتكرر ابدا، وسكريبت يبقى الافضل. اسامح كل من غلط وكل من تكلم عن عبد الله وكل من حاول يؤذي عبد الله، بما أني يعني واجهت حسابي متبند من ذا السوالف. أشكر قناة الواقع وأشكر الإدارة سكريبت بشكل عام، من زياد الشهري إلين أصغر واحد في الإعداد. شكرا بحجم السماء، شكرا. حاب أشكر قناة الواقع شكر جزيل جزيل جزيل، متجملين جميلهم في بطني يشهد علي ربي. وأشكر الإدارة من أكبرهم إلى صغرهم، ما فيهم صغير. أشكر الإدارة عموم، أشكر كيان الواقع، أشكر الجمهور بيض الله وجيههم بياض يعدها رجال الجا، ما قصروا معنا مع أننا قصرنا، واقفين معنا ويعاتبون عتاب محب، لكن الله يجعلنا فداهم. وبيض الله وجيه أخوياي عموم، عز الله أني كسبت أخويا وأني كسبت أخوان يشد بهم الظهر،
يشهد علي ربي. فنهاية الكلام حاب أقول سامحوني إن أخطيت ولا حاجة، سامحوني الجمهور، سامحوني الإدارة، سامحوني يا أخويا إن زلت على حد. فمن ناحية أنا فمسموحين من كل حاجة، والله يجعلني فداكم ودعناكم الله. ما أذكر أن خاني التعبير يوم، لكن اليوم خاني، ولا أذكر أن الكلام يضيع مني، لكن اليوم ضاع الكلام أمام شكركم ومحبتكم ولقائكم ووداعكم. الوداع ما هو لنا ولا لكم، الوداع للغرباء، وحنا وياكم بيننا لغة ومحبة خاصة. لكن في وداع برنامج سكريبت أتمنى أنكم تعذرونا إذا قصرنا وتسامحونا إذا أخطينا، واذكرونا بالخير واذكروا لنا الأثر الطيب وانشروه. الله يوفق هالوجيه، وأنا مسامحكم، استودعكم الله في أمان الله. تذكر الدخولية يوم قلت أنا علاج الغولون؟ هذا هو علاج الغولون. شفت كيف العلاقة بيني وبين الجمهور؟ يوم أرفع ضغطهم، يوم يحبوني، يوم يكرهوني، يوم يضحكون، يوم يحزنون. هذا اللي خلاني أسمي نفسي علاج الغولون. لكن جمهور الواقع طلع أكبر من حماده ومن غيره. تشرفت بإني أكون أمامهم، وأتمنى لنا ولهم كل خير، وأشكر كل من دعمني، وأشكر كل من أساء لي، والله يسامح الدنيا وآخرة، وأتمنى أنه يعيده بدعاء البنتي. الله يجزاكم خير، والله لكم وحشة يا جمهور الواقع.